السلام عليكم، صباح الخير الاخوان، كي صباحكم مزيانين كلشي مزيان. التليفون هذا فيه الضعف شويه، يعني كاين الضعف يعني في الصوت الاخوان، حيت ما كنديش معايا يعني الايفون اللي كنصور به انايا كاليتي زوينه ما كنديش معايا. لو باس انا اليوم غادي نقول لكم راني غادي الحمد لله الخدمه، يعني دائما يعني ما كنبغيش نصور مع يعني في الخدمه بسبب التليفون صراحه، ولكن ان شاء الله يعني بقى ندي معايا التليفون ونقسم معكم ان شاء الله التجربه ديالي كيفاش درت رايكو فورماسيون وكيفاش قدرت الحمد لله نبدلو اللي بزاف ديال الناس بساكن ما قدروش يبدلو مازالو من ورا. الحمد لله هادشي كلشي بفضل الله، كل واحد كيفاش مكتبها لي سيدي ربي الحبيب. ديرونا لايك وبارطاجيونا الفيديو. انا خوتي كما كتعرفوني يعني هاد الفيديو خفيف اليوم غنديرو لكم وغنقسم لكم التجربه معكم التجربه ديالي كيفاش درت رايكو فورماسيون وشنو هما السلبيات والايجابيات اللي دوزت فيه وكيفاش لقيت كونترا وكيفاش درت براكتيكا وكيفاش قدرت نقرا كورس واخا يعني ما عندناش اللغه 100% وقدرت ننجح فيه كذلك. تبارطاجيو لينا هذا الفيديو ومرحبا بكم، وما تنساوش راه كندير اللايف يوميا وكندخل معايا الناس اللي كيجيو عندي اللايف كيدخلوا معايا في الجروب ديال المهاجر يعني ديال الواتساب. الجروب نخليه لكم في اول كومونتير ماشي مشكل، يلا اللي مشترك معنا في القناه يصيفط لينا في اول يعني في اول كومونتير غتجبر الجروب ديال الواتساب اولا في الصندوق الوصف. رايكو فورماسيون الاخوان درتو انا في 2023، جاوبوني فابورابلي في شهر 6 في 1 شهر 6 في 1 2023 جاوبوني فابورابلي، بقاو شهر 20 يوم جاوبوني ماشي بزاف، شهر 20 يوم جاوبوني في الدوسي ديال الاول. قريت كورسو نهار 4 في شهر 7 2023، يعني موراها بشهر بديت كورسو الاولى. انا خوتي جبات 4 د الكورسو وبربعة بهم قبلوني وديال الدولة وهنا في سراغوسا. المهم دابا غادي للخدمة صافي باش تعرفوا اللي كاين. وهاد ربعة ديال الكورسوس قريت فيهم واحد اللي عجبني انايا هو ديال كامبيتيريا ومويبليس. علاش الطنجاوي قريتي كامبيتيريا ومويبليس؟ تعرضوا عليا كامبيتير وتعرضوا وهذاك فونتانير وتعرضت عليا البني، ولكن هاد المشكل ديال هاد الثلاثة هادو اللي تعرضوا عليا ما قدرتش نقراهم بعادين عليا، يعني كاينين فواحد البلاصة بعيدة. وهاد كامبيتيريا ومويبليس قريتها هنايا في سراغوسا حدا الدار، يعني الباب للباب اوزانا. الناس اللي كتعرف اوزانا هنايا في كاي في كاي بوخيرو يعني في كاسكو. قريت اخوتي هذاك كامبيتيريا ومويبليس فيها 230 ساعة مع براكتيكا مع كلشي، فيها 340 ساعة يعني تسجلت يعني فيهم، تسجلت فيها يعني هاد اوزانا تسجلت فيها اليوم في الصباح، غدا في العشية صيفطوا لي ميساج غدا ديالها قالوا لي راك تقبلتي معنا، وهو كان باقي شهر باش يبدا وكاع الناس اللي تسجلوا ما تقبلوش حتى داز ديك يعني 20 يوم 25 ما عيطوا لهم. قبلت لي ديك اوزانا في بلاصه الحمد لله، واصلا هما كيعرفوني صافي تقبلت عندهم تما سجلوني مع درت معاهم واحد التجربه عيطوا لي صراحه. واخا حنا ما عندناش الاسبانيا مزيان، المهم كما قلت لكم دائما تكون غير كتفك راسك. عطوني شي الوراق سنجاوب على شي اسئله، هذيك تما بروبا داروها لي اوزانا الحمد لله توفقنا في ديك الاجوبه وبوحدنا، وما كيخليوكش التليفون وما كيخليوكش تهضر مع شي واحد، كتدخل بوحدك واحد البيت كيعطيك الوراق خصك تجاوب على ديك الاسئله بالوراق. كيقولك شي واحد راه تقدر دير تجاوب ولا يعاونك شي واحد ما تقدر دير والو في اوزانا. قضينا الغارات الاخوان قرينا معاهم وقفنا نهار 28 في 7 ريحنا شهر 8 فاكاسيونيت وبدينا نهار 4 في شهر 9 2023 وساليس الكورسو نهار 19 شهر 10، يعني ساليس نهار 19 شهر 10 ونهار 30 في 10 بديت براكتيكا. يعني انا كان عندي مع من غندير براكتيكا وشكون غيعطيني الكونترا، يعني ديجا خدام معاه ماشي. ونزيد لكم كنت كنخدم وكنت كنقرا الكورسو، يعني بزاف ديال الناس غيسولوني سؤال كيفاش انت كدير وتخدم وتقرا، وبزاف ديال الناس كانوا كيقولوا لي الطنجاوي حنا ما يمكنلاش نخدموا ونقراوا. لا انا كنت كنخدم وفي نفس الوقت كنقرا كورسو وكنقرا من 3 د العشيه حتى 8 ونص على 9 د الليل، وكنريح فقط جمعه سبت الاحد في المدرسه ما كنقراوش. ساليت الاخوان 30 في 10 ديس براكتيكا نهار 15 في شهر 11 ساليت براكتيكا حيت عندي 84 ساعات براكتيكا. هادشي كنهضر لكم نهار 4 نهار 15 في شهر 11 2023 ساليت براكتيكا. ساليت براكتيكا وديجا انا جبت الدبلومه ديال لينيم ديال الكورسو خليني براكتيكا، ومن ساليت براكتيكا مشيت دفعت ليهم صيفطوا لي يعني الدبلومه ديال براكتيكا من بعد 20 يوم كتعطى شهرين جابوها لي من بعد 20 يوم. هادي حضرت فيها ماتريكولا ديال براكتيكا وحضرت فيها ماتريكولا يعني بغيت نقول لكم الدبلومه ديال براكتيكا حضرتها عندي ديال لينيم ماشي ديال المدرسه
وحضرت كذلك يعني الدبلومه ديال الكورسو اللي قريته في اوزانام من غير هذيك اللي عطوني في اوزانام. كيكونوا دبلومات اخرين اللي كيحضروا من لينيف، يعني النهائيه من بعد سيرتيفيكادو دي بروفيسيونال، من بعد ما تجيك سيرتيفيكادو دي بروفيسيونال. هذه ثانيا، وملي وجدت اخوتي هاد الجوج هادو، هذا الخبير اللي كنخدم معاه درت معاه براكتيكا، وعلى ذلك انا عندي كامبيتريا هو مويبليس، هو عنده اربانير يعني عنده هو البنين، حتى هو دخل في هاد الشيء هذا، ولكن هو ما مديكلاريش بديك الشيء ديال اللوح، هو يعني ما دخلش فيه الكامبيتير، هو عنده البنين، يعني ما يمكنش يدير ليا في الكونترا كامبيتير اولا يدير لي انستالاسيون ديال مويبليس، حيت هو ما مديكلاريش بهم، ماشي ما كيخدمهمش، هو مديكلاري بالبنين اوبرا، يعني كلشي كيخدم كلشي، غير هو يعني كيخلص داكشي ديال السيغوريدا هادو داكشي ديال لاسين دا كيخلص ليهم اوبرا يعني فقط زعما لا دريوس البنيه داكشي. المهم ملي ساليت ديريكتومو دار لي الطا، وانا ما عنديش حق نكون الطا، ولكن ماشي مشكل هذيك، انا عيطت له قلت له دير لي باخا، المهم دير لي صيفط لي الكونترا، قلت له صيفط لي الكونترا ودير لي باخا، قال لي علاش، قلت له تعطيها تينوتوريزاسيون، قال لي فالي باس انا صيفط لي الكونترا ما طلبته ما والو، شافني خدمتي يعرفني يعني معلم يعني بعض الحوايج ديالي في اختصاصيا اللي قليل الاسبانيو اللي كيعرفوهم هنايا صراحه، راكم كتعرفوا يعني انا كنخدم البني، كنخدم فورما ديال الار ديال قبل ما تجي دير جلي جري شي حاجه، انا كنخدم ديك فورما النيبيل بينتورا كنركب شراجه مربيبان، يعني بزاف ديال الحوايج عندي شي حاجه ديالي اختصاص فيها، واخا كنخدموا اي حاجه. عطى لي كونترا دفعنا ليه، وهاد الكونترا هادي دار لي فيها الخيستو ديالو 20 ساعه ما شفتهاش انايا، بري كونترا يا ربي دار لي فيها خونا هذا كومبليتا، حتى دفعت لهم استراخيري عاد قالوا لي خصك تجيب لينا الكونترا، انا باش خرجت لكم قلت لكم راه طلبوا لي الكونترا، عطيت لهم بري كونتراتو طلبوا لي الكونتراتو صيفتها لهم وما شفت فيها، يعني ملي عطيتهم الكونتراتو الخيفي شنو دار الخيستور ديالو صيفتها لهم ديريكت وما شفت فيها انا داير لي فيها 20 ساعه، هو الخيستور غلط عاوتاني داروا لي الديني كادو، قالوا لي راك غلطتي ماشي غلطتي جبتينا كونتراتو غير قانونيه 20 ساعه، ماشي مشكل صلحت لهم كونتراتو جديده كومبليتا، والباترون قال لي اسمح لينا وهذيك صيفطت لهم جاوبونا فوقاش نهار 19 شهر 2، علاش جاوبوني 19 شهر 2؟ حيت انا الدوسي ديالي دفعته وسمحت فيه، ولكن ملي رجعت عندهم 19 في 2 وليت كنت يعني تناقش معاهم، خرجت عندي الخيفه ديال سترانغيليا قلت تعثرتوا عليا، وهذا اللي كنخدم معاه على طالب ليا الكونترا، طالب ليا عطاني 10 ايام قالوا لي ما جاوبوكش غادي انولي لك ديك الكونترا، يعني غنوقفها لك، هو راه ما قاليش هاد الهضره، غير انا درت هذيك الخدمه ماشي جاوبوني دغيا، والحمد لله يعني الحمد لله من بعد 19 في شهر 2 2023 مشيت عندهم عندي سيته مع جوج ديال النهار، و ثم ثقوا فيا جوج ديال النهار درت معاهم الشيماء يعني بحال دخلت عندهم ودرت مع هذيك الموظفه وهي دوز ليا، ماشي دوز ليا دخلت عند الخيفه دخلت سولا الدوسي ديالي فين واصل، حيت قلت ليها يعني الخيفي راه باغي يدير لي التا وعندي مشاكل يعني يقدر يوقف لي الكونترا وهذيك، خرجت عندي الخيفه وعندي مسؤوله الداخل ديالهم حيت كيكونوا لي مسؤولين، قالت لي شوف قالت لي حنا كنجاوبوا بالشيب سيستم واش ولا جاوبنا كيدير لك التا، قلت لها سي، قالت لي صافي انا غنشوف التراميدي ديالك، وطلعت لي هذيك واحد السيمانه كندير فيها التا، قالت لي علاش كنتي التا، قلت لها راني ما خدمتش، قلت لها هذيك التا، قلت لها راه غير مشكل ديال خيستور غلط وصافي، قلت لها من بعد ملي طلعت لي وانا نعيط له وحيدها، قالت لي وصافي قلت لها غير قانونيه كتكون فيها واحد ملطه للشركه ماشي ليك انت، قلت لها راه ما كنبغي، قلت لها ما نبغي ملطه لا ليا لا الشركه، قالت لي ماشي مشكل، قالت لي انا غنشوف التراميدي ديالك دابا، قالت لي واش هو يدير لك التا، قلت لها سي، قلت لها كلارو، قلت لها هو محتاج في خدام وانا عندي صناعتي، مشيت بحالي نهار 19 في 2 للدار مع جوج ونص ولا ثلاثه علي دافيد قلت لها بيان. المهم ملي قلت ملي قالت لي صافي مع جوج ونص، قالت لي صافي انا شفت الترامدي ديالك في 5:47 دقيقه ديال العشيه هذيك 19 في 2 نيت، صيفطوا لي فافورابلي في السيرتيفيكادو ديال الفيطار ديالي يعني في السيستيم ديالي، تحياتي لك اخوتي، المهم وصلنا الخدمه يلاه تهلاو.